السلام عليكم. عودة عادة الأشغال إلى المشروع تحسين طريق خراطة، طريق بجاية صديف اللي يمر من ديغورش تاع خراطة، اللي كان متوقف لمدة 4 سنوات بسبب أسباب مختلفة، منها أسباب تاع التغيير تاع الحراك، وكذلك أزمة كورونا وأسباب أخرى متعلقة يعني بالمشروع نفسه نجهلها. إذا تقرر عودة المشروع هذا إلى لإتمامه، يعني لاستمرار الأشغال، واللي حسب التصريح تاع المسؤول تاع الشركة المكلفة بالإشغال، شركة تركية أوزغون، التي سوف تعود إذا إلى هذا المشروع، ما تبقى منه هو حوالي 20% فقط ما تبقى من المشروع، اللي يعني يتضمن مقطع عالمي من ناحية التقنيات، لأنه الطريق راهي اون بورتافو على الجبل، طريق يعني كما نقول طريق بدون أعمدة، كما سبقت أني درت فيديو عليه هذه مدة 4 سنوات 3 أو 4 سنوات. إذن هذا المشروع هذا اللي بتقنية فريدة من نوعها تستعمل لأول مرة، أن الطريق هذا اللي ندار على أون بورتافو مع الجبل، راح انتهت الأشغال فيه، ونشوف يعني فيه 4 أنفاق كلها انتهت الأشغال فيها، بقات قضية تجهيز نتاع التجهيزات نتاع السلامة وبعض ليزيكيبمون تاع لايراسيون نتاع لي تونال، وكذلك بعض الاشغال اللي لا تتعدى 20%. اذا ان شاء الله يعني المشروع هذا ينتهي، وعلى حسب التصريحات نتاع المسؤولين نتاع في ولايه بجاية وكذلك نتاع الشركه التركيه أوزغون، فان المشروع هذا سوف يتسلم في بداية شهر، يعني في بداية العام 2023، في يعني السداسي الأول تاع سنة 2023 سوف يتم افتتاح هذا الطريق الهام جدا، لأنه يمر في منطقة هامة توصل بين بجاية وسطيف، وكذلك طريق سياحي عنده يعني جمالية طبيعية يعني خارقة للعادة. نتمنى إن شاء الله الأمور تسير على أحسن أحوال، والسلام عليكم.